انا ما حضرتش، واش نقول لك انا؟ وكان لو كان حضرت تما واحد يشوف هكذا بعينيه على بال ما حضرتش وليدي لاس. انا والله كنت راقد، والله ما على بالي راح وقع الباوت هذا. وشنو حبت تخرج وميدي في ولي وشويه هكذا منها هي بالك لاجل تاع الطفل تاعي عيط لها تما. هذوك احنا السيد هذا خويا العزيز، انا والله اوتوماتيك والله ما نعرف. وكنقول لك هكذا ولا حاجه واحد اخرى ما نسيت ما نقص اخويا انسان ما نعرفوش. شنو نقول لك؟ هو ما نظمش الحاله ولا نظم ولا اللي عطى لوتوريزاسيون تاع الصطاد كيفاش؟ فهمت كيفاش؟ دوك احنا ربما جاء احنا على كل حال ماناش رايحين نرقدوا، احنا رايحين سادير شغل نخبشوا في الحاله كيفاش يعني وين راهي لاحقه كاع. وكانوا مخلطين، كانوا نصور رجال يطبعوا وماتيكا تاع لافون يطبعوا تاع لا ريال يطبعوا في لافون ويضربوا بيناتهم شغل يطبعوا كي يجي يضرب واحد يدنا هذاك يطبع في هذاك هذاك يطبع في هذاك. واش راح نقول لك؟ بعد من الاشخاص اللي يدوموا في الفنان ما هو ماشي هو 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 على باليش انا ماشي لافوت تاعو ماشي لافوت تاعو ماشي لافوت تاعو لا ماشي لافوت تاعو هما اللي ما حبوش يفتحوا لنا البيبان ما باليش ما شتهاش ما شتهاش. انا كنت نقولها روحي روحي تقول لي روحي روحي سلكي روحك انا سهله سلكي روحي. هذا ما كان هذا واش سمعت هذا ما كان ما نقدرش نزيد لك في هذا الشيء. ماذا بينا نفتحوا تحقيق؟ ماذا بينا نفتحوا تحقيق؟ نفتحوا تحقيق خلاص وربي يرحمها. وش هنقول؟ طلبوا لها الرحمه وخلاص هذا ما كان.